يقول جد النبي عبد المطلب: كلما دخل محمد علي البيت أتلحف به، فوالله أني أشعر ببركة وراحة. وكان عمر جد النبي قد قارب 90 عاما، لكن من شدة حب جده له لم يكن يجعل أحدا يقوم على خدمته غيره. يقول عبد المطلب: إذا أردت أن ألبسه يقول لي: يا جد، لا تنظر إلي فترى عورتي، ضع عينك بالجدار. بعد أن أحب النبي جده حبا جعله ينسى بعضا من مرارة فقدان أمه، فجأة يمرض جده. وبعد أن لزم جد النبي الفراش لأيام، طلب ابنه أبا طالب وهو عم النبي والأخ الشقيق لوالد النبي عبد الله، فأوصى عبد المطلب ولده أبا طالب بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال له عبد المطلب: يا أبا طالب، إني أوصيك بولدي محمد، فوالله ليكونن له شأنا عظيما. بقي النبي ملازما جده وهو في مرضه، حتى مات عبد المطلب أمام أعين النبي. ومن جديد يتمن فوق يتمن فوق يتم، أي آلام كانت تعتري سيد الخلق أجمعين؟ أي مشاعر هذه التي كانت تسكن قلب هذا الطفل في عمر 8 سنوات؟ ومن جديد يفقد أعز شيء على قلبه، ومن جديد ينتقل سيد الخلق للعيش في كنف عمه أبا طالب. تولت رعاية النبي في بيت أبا طالب زوجة عمه فاطمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويجلها ويحترمها. أصر النبي على عمه أن يجد له عملا، فرفض أبا طالب لأن عمره 8 سنوات، إلا أن إصرار النبي على العمل جعل من أبي طالب يبحث له عن عمل، فلم يجد له في هذا السن إلا أن يرعى الأغنم، وبالفعل رعى الرسول الكريم الغنم، حتى أنه بعد النبوة كان يفتخر بهذا العمل، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا ورعى الغنم. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ حتى أنا كنت أرعى الغنم لقريش على قراريط. رواه البخاري. إن رعي الغنم كان يتيح للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم متطلبات هامة هو بأمس الحاجة لها، وهي الهدوء والمتعة بجمال الصحراء، وكذلك التأمل في عظمة خلق الله ومناجاة الوجود في الليل ومع ظلال القمر، حيث يتيح كل ذلك له التربية النفسية من الحلم والصبر والرحمة والرأفة والتواضع والشجاعة والعطف وحب الكسب الحلال من عرق الجبين. بقي كذلك يرعى الغنم صلى الله عليه وسلم إلى أن بلغ عمره 15 عاما، حيث جاء إلى عمه أبا طالب وقال له: أريد أن أغير عملي. فقال له أبا طالب: وماذا تريد أن تعمل؟ قال له النبي: أريد أن أعمل معك في التجارة. ولما هم النبي بالعمل في التجارة وقعت حرب الفجار، واشتركت قريش بها، ودامت أكثر من 4 سنوات. واختلفت الروايات فيما إذا كان النبي قد شارك فيها أم لا، لكن أعمام النبي صلى الله عليه وسلم العباس وحمزة كانوا على رأس جيش قريش فيها.